عندي مشكلة مع الموت. مرحبا. واضح واضح المرحبا. اوكي اذا كان بامكانك انه ترجعي لورا، شو بدك تغيري شيء بحياتك؟ فينا بحياتك العمليه وفينا بحياتك الشخصيه، انت اختار. هلا انا راضي بكل شيء الحمد لله يعني، بس ما بقدر اتخيل انه بدي اغير شيء بحياتي. يمكن كنت يعني يمكن كنت مثلا بدرس اختصاص غير اللي درسته، يمكن كنت بعمل اخراج. بتميلي اكثر للاخراج، بتفكري شيء بهيدا الخطوه؟ لا هلا لا ممكن ما ادرس اخراج، بس ممكن بس مش يعني ما اعمل هيدا خطوه الاخراج. عندك خوف؟ خوف من الموت. ايه ما بحب الموت بكل خبرياته، ما بحب الموت يعني، بحب الحياه وما بحب حدا افقده، وهيك عندي مشكله مع الموت. طيب شو اسعد يوم بحياتك لنبعد هيك عن الموت؟ اسعد يوم بحياتي لما خلقت بنت خيي. ببين بنشوف قد ايه انت يعني معلقه عليها من السوشيال ميديا. شيء جديد يعني بحياتنا صار، يعني لحظه سعاده كثير كبيره، فهي السعاده بحياتنا. الله يخلي لكم اياها. عندك القاب بيطلقوها عليك؟ ايه ورد دراما ورد اون سيت. لا الالقاب هيك ورد دراما، هن بيقولوا لي وردة الدراما، بس انا بحب تقولوا لي ورد دراما، لانه ورد يعني اسد مش يعني زهره. اقوى. ايه احلى ورد الدراما. ايه طيب خلينا ننهي باغرب عاداتك. اغرب عاداتي ممكن تكون عادة حلوة وممكن تكون سيئة، شو حابة تحكي؟ أغرب عادة، ما عندي عادة غريبة، بس عندي عادة يمكن سيئة، إني بشرب أرجيلة، بحب الأرجيلة. بس كل اللي هيدي عادة سيئة عند الكل. أوكي ولد، ثانك يو كتير لعليك، إن شاء الله تكون انبسطت بهالانترفيو، نحن منحبك كتير. بسطت فيكم.